أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. تقبل الله تعالى منا ومنكم إخواني في الله الطاعات والقربات، وهذه الصلاة وهذا المجلس المبارك المحفوف بالملائكة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا فيه وإياكم من المقبولين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله تعالى يقول في القرآن الكريم يا إخواني في الله: وربك يخلق ما يشاء ويختار. من هو الخالق؟ الله جل جلاله. ويختار من خلقه ما يشاء. خلق الأشهر هو، واختار منها رمضان، واختار من الأشهر أربعة أشهر حرم. خلق الأيام، واختار أفضلها يوم الجمعة. وخلق جل جلاله البشر، واختار منهم الأنبياء. وخلق الأنبياء، واختار منهم رسل. وخلق الرسل، واختار منهم أولو العزم من الرسل. وخلق أولو العزم من الرسل، واختار منهم محمدا صلى الله عليه وسلم. ميز الله تعالى كل نبي من الأنبياء وكل رسول من الرسل بمميزات. أغلبهم ذكرهم في القرآن الكريم، بس ما في بالقرآن الكريم ولا سورة اتحدثت عن نبي أسط كاملة. فمثلا قصة موسى عليه السلام موزعة ب 28 جزء بالقرآن، هون نص صفحة، هون صفحة، هون خمس آيات، هون أربع آيات، موزعين. أحيانا بتمر بكل السورة، مثلا بسورة فصلت أي وحدة سيدنا موسى. سيدنا إبراهيم عليه السلام مع أنه في سورة اسمها إبراهيم، بس مش كل قصة إبراهيم مذكورة في سورة إبراهيم. سورة إبراهيم مذكور فيها عدة أشياء، قسم من قصة إبراهيم مذكور في المائدة، في الأنعام، في يعني عدة سور. في سورة اسمها محمد صلى الله عليه وسلم، بس ما مذكورة فيها سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كاملة. حياة النبي عليه الصلاة والسلام مقسمة بكل القرآن الكريم، وكذلك باقي الأنبياء اللي حكينا عنه: هود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم اللي تكلمنا عنه، كلهم مقسمين بأكثر من سورة، إلا نبي واحد من الأنبياء الله تعالى ذكر قصته في سورة كاملة من أول السورة لآخر السورة إلا آخر صفحة، كلها قصة نبي واحد، ألا وهو يوسف عليه السلام. سليمان ما في له سورة، قلت سليمان؟ سليمان ذكر في القرآن الكريم، بس ذكر بأكثر من قصة، بأكثر من سورة، ما في سورة كاملة اسمها سليمان. الأنبياء اللي ربنا تعالى ذكر أسماءهم بسور معدودين: سيدنا إبراهيم عليه السلام، مين كمان؟ سيدنا يوسف عليه السلام، سيدنا هود عليه السلام، سيدنا ما في سورة اسمها موسى، ما في سورة اسمها شعيب، اسماء سور محمد صلى الله عليه وسلم، بعد في حدا؟ لقمان منه النبي، نوح الله يفتح عليك، هاي خمسة، ها؟ طه منه اسم من محمد صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس بتظن
أن طه هو اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الرأي الأرجح والراجح أن طه هي من الحروف المركبة في القرآن الكريم، كما هي ياسين، طه، قاف، نون، صاد، كاف، ها، يا، عين، صاد، ألف، لام، ميم، ألف، لام، ميم، را، ألف، لام، ميم، صاد، إلى آخر ذلك. فإذا الأنبياء اللي ربنا تعالى سمى سور بأسمائهم خمسة، واختص منهم يوسف عليه السلام بقصة كاملة في القرآن الكريم ذكرت قصة يوسف. كل قصص القرآن الكريم يا إخواني في الله حلوة ومفيدة وممتعة وفيها فوائد وحكم، بس الله تعالى هو الذي خلق القصص وهو الذي ذكر القصص واختار منها قصة يوسف فسماها أحسن القصص. ومين اللي حسن؟ مش أنا زلمة أتفرج بآيات القرآن الكريم والسور قلت أنا، بتعرفوا الصراحة أكثر سورة عجبتني هي سورة يوسف. بيطلع واحد تاني بقول لي بارك الله فيك بس أنا يعني بخالفك بالرأي، أقول أنا قصة محمد صلى الله عليه وسلم أحسن من قصة يوسف. بيجي الحاج أبو ربيع بقول لي لا أنا والله بشوف قصة موسى هي أحلى من قصة يوسف ومحمد صلى الله عليه وسلم. فلا أنا ولا فلان ولا علان ولا الشيخ ولا المفتي اللي اختار القصص، الذي اختار والذي حسن هو الله. فالله جل جلاله صاحب الجمال وصاحب الكمال، الحكيم الخبير العليم، قال قصة يوسف أحسن القصص. عشان هيك إذا كنتوا بدكم تتدبروا باقي القصص شوي، أنتوا بحاجة تتدبروا قصة يوسف أكتر بكثير. إذا كنتوا بحاجة تسمعوا أو تقرأوا باقي القصص مرة أو مرتين، بحاجة تقرأوا قصة يوسف كتير. طبعا ربنا تعالى يا إخواني في الله ما بقص علينا قصة لنتسلى، ولا بقص علينا قصة لنغير جو، بس بقص علينا قصة حتى نتعلم ونستفيد وناخد منها العبر، ولأنه فيها لهاي الأمة بالذات عبر عظيمة. قلنا أنه من أول آية لآخر السورة ربنا ذكر فيها قصة يوسف بدون أي تقطيشة كاملة إلا آخر صفحة، لأنه دائما يعني القصة باللغة العربية إلى خاتمة، وأي واحد بيكتب مقال إذا كان كاتب إنسان عادي فبآخر المقال بيعمل فقرة بالأخير بتكون هي شو؟ ملخص المقال، نشرة الأخبار. بس يخلصوا نشرة الأخبار شو بيقولوا بالأخير؟ التذكير بأهم العناوين، فبذكروك بأهم العناوين اللي فيها، صحيح؟ وربنا تعالى يا إخواني في الله ذكرنا قصة القرآن وقالنا بآخرها أهم العناوين. شو أهم العناوين؟ قال جل جلاله بآخر صفحة بسورة يوسف آية مهمة جدا. مين هيك متذكر سورة يوسف أو مستحضرها أو حافظها أو متذكر بس يقرأها؟ آية بالنص، بنص سورة يوسف أهم آية فيها، قال جل جلاله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. خلاصة قصة يوسف يا رسول الله هاي سبيلك، مثل ما امتحن يوسف ستمتحن. طب مين بيعرف متى نزلت قصة يوسف عليه السلام؟ مكية ولا مدنية؟ شو رأيكم؟ مدنية بالمدينة فيها أحكام شرعية، شيء فيها حلال وحرام وصلاة وصيام، وهيك كلها عم تحكي عن شو؟ عن الابتلاء والصبر والمحن وإخواته وعمله وساوه فيه وامرأة العزيز. فهي بالطبع سورة مكية. أمتى نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني في الله؟ نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام بأشد محنة وقع فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي موت زوجته خديجة وموت عمه أبو طالب واشتداد الأذى عليه عليه الصلاة والسلام من كل الناس. اشتد عليه الأذى
من كل الناس، فأنزل الله تعالى عليه سورة يوسف، وكأن الله يقول له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن كانت حياتك فيها محن فاعلم أن يوسف عليه السلام قبلك أصيب بالمحن، ويوسف عليه السلام انصاب بالمحن أكثر منك. يوسف عليه السلام منذ الصغر ألقي في البئر، منذ الصغر حربه إخوته، منذ الصغر حسدوه، منذ الصغر باعوه، منذ الصغر نقلوه من مكان إلى مكان. فيا رسول الله اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فلذلك يا إخواني في الله، ابتجي المحن على العبد، وبالذات على الداعي إلى الله عز وجل ابتجي المحن. بس بعد المحن شو بيعطينا ربنا تعالى؟ منح. فكانت محنة محمد صلى الله عليه وسلم سبب أنه يأخذ هدية. شو هي الهدية؟ كانت سورة يوسف. سورة يوسف من أكثر السور اللي بتريح النفسية. يقول لابن مسعود رضي الله عنه: إذا كنت مهموما فقرأ سورة يوسف. علاج. ما بيعرفوا الدكاترة، الدكاترة بيعطوك حبوب مهدئ للأعصاب، الدكاترة بيعطوك حبوب مخدر، حبوب مسكن، بتسكن الجسد بس ما بتسكن الروح. أحيانا يا إخواني الروح بتتعب، والروح ما إلها دواء بالصيدلية، ديروا بالكم. هلا إذا إيدك وجعتك أو إجرك أو بطنك أو راسك أو ظهرك أو أي عضو من جسمك، وجعك جسديا اللحم فيه أو العضل أو العظم، ففيك تروح على صيدلية وجيب دواء مخدر تاخذ لك حبة حبتين بترتاح جسديا، بس الروح ما بترتاح، النفس ما بترتاح، القلب ما بيرتاح أبدا يا إخواني في الله. القلب ما بيرتاح إلا بحقن إيمانية. قال جل جلاله الآية التي يحفظها أغلبنا ويعلمها ويسمعها وقد نحفظها عن ظهر قلب، قال جل جلاله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا الروح بدأ غذاء روحي. لذلك من أكثر السور اللي إذا كنت تعبان نفسيا بتقرأها بترتاح هي سورة يوسف. وجربوا هذا الأمر، حتى أن بعض العلماء قال: هل تعلمون لما سمي يوسف بيوسف؟ طبعا يوسف كلمة عبرانية بالأصل، واشتقاقها من الأسى، وسمي يوسف بذلك من شدة ما واجه من أسى وحزن. من أول لحظات حياته محسود، من أول لحظات حياته بالابتلاء. هات لنعيش نحن وياكم مطالع هذه السورة الرائعة حتى نأخذ منها العبر والعظات. فوجه القلوب إلى الله، واسألوا من الله يفتح علي بالكلام اللي فيه خير إلي وإلكم، وتوجهوا بالقلوب، وجاهدوا أنفسكم بالمجلس، ونصحصح جميعا ونتوجه ونطلب من الله تعالى الفهم والعلم. فعدين الله تعالى يقول: ألف لام را. شو ألف لام را؟ شو يعني ألف لام ميم؟ شو يعني ألف لام ميم صاد؟ شو يعني كاف ها يا عين صاد؟ شو يعني نون؟ شو يعني قاف؟ شو هو المطالع السور؟ فواتح السور، الحروف المتقطعة في أول السور، شو هو؟ اتكلم كثير العلماء فيهم. أجمل ما سمعت وما قرأت في تفسير الحروف المقطعة في أوائل السور: الله تعالى اختار بعض السور في القرآن الكريم التي فيها عبر وعظات رائعة، افتتحها بحروف مقطعة، وكأنه يقول لك: مهما بلغت بالعلم ومهما بلغت بالفهم ومهما بلغت بالذكاء، فهنالك بعض الحروف وبعض الآيات وبعض الكلمات لن تستطيع أن تفهموها، فهذا قرآن معجز. وكل زمن وكل فترة يذهب فيها جيل ويأتي فيها جيل آخر، سيأتي من يفسر القرآن تفسيرا رائعا وجميلا غير ما فسره من قبله. بتفتتح السورة بضعفك. ألف لام راء شو يعني؟
هل سلموا تسليما؟ مش فاهم، مش عارف، ولكنها آية من لدن حكيم عليم. إذا جيت تشك بالقرآن الكريم اجت الآية الثانية تقول لك لا دير بالك ما تشك. لام را، شو الآية الثانية؟ تلك بدكم تحفظوها سورة يوسف يا اخوان ضروري. بدنا ننوي هلا ان شاء الله نبدا بحفظ سورة يوسف. انا بقول لهم دائما للشباب ما تربطوا حالكم بحفظ القرآن من اول لاخره. مين قال لي هيك؟ بعض الاخوه بده يحفظ القرآن بدبلش بالفاتحة، بعد البقرة، آل عمران، النساء. ما يمكن تبلش بالبقرة وتلاقيها صعبة وجزئين ونص احفظها وخلص، تتعب نفسيتك. بلش بالسور الجميلة، وكل القرآن جميل بس الله سماها احسن القصص، فبلش بالصور الحلوة اللي بتسمعها دائما. بصير اذا خلصت سورة الثانية الثالثة وهول سهلين، مثلا يوسف، ابراهيم، مريم، طه، الكهف، الرحمن، الواقعة، هول الصور سهلين ومسموعين والأئمة بيقرأوهم كثير بالصلاة، فدغري بتحفظهم، فبتلاقي حالك خلصت من سورة لسورة. ولو ما حفظت كل القرآن بس مكنت لك كم سورة بالقرآن مهمين وحفظتهم وفهمتهم وطبقتهم، فهذا خير عظيم. فسورة يوسف من أهم السور التي لابد أن تحفظها. السنة الماضية كنا خارجين بالأردن، فأنا دائما بالخروج بنقي بعض الصور للشباب، خاصة إذا كان طويل بقول لهم يلا بسم الله عنا حفظ. فالحمد لله أغلب الشباب رجعوا من الخروج من 40 يوم بالأردن حافظين سورة يوسف كاملها بفضل الله عز وجل. حفظ بعضهم مريم، بعضهم حفظ طه، ولكن بدها مراجعة. فالله تعالى يقول فورا الآية الثانية ألف لام را. يا ربي شو مش فاهم شو يعني؟ تلك آيات الكتاب المبين. هاي الآيات حاول قدر المستطاع أن تفهمها، إذا ما فهمتها فسلم لله وقل يا ربي ألقي فهمها، ألقي فهمها ونورها في قلبي. بس خبركم شغلي جميلة، في واحد من المفسرين العلماء جمع هاي الأحرف، جمع ألف لام ميم من أول سورة البقرة، وألف لام ميم من أول آل عمران، وألف لام ميم صاد من الأعراف، وكاف يا هاي يا ها عين صاد، كاف ها يا عين صاد من مريم، وقاف ونون وكل السور، وطلعوا معه كلمة جملة. شو هي؟ نص حكيم قاطع له سره. الله أكبر. هو الفواتح السور اللي أغلب الأمة ما بتعرف معناهم، جاء واحد من العلماء قال يا عمي مش معقول، بدي جمعهم أنا كل مع بعضهم وبدي طلع منهم جملة. جمعهم صار يحط حرف هون وحرف هون وحرف هون وحرف هون، فطلعت الكلمة شوية جملة، نص حكيم قاطع له سره. أنا أتحدى جيب لي أي حرف من فواتح السور ما موجود بهاي الجملة، ألف واللام والميم والكاف والها والعيا والعين والصاد والقاف والنون كلهم موجودين بهاي الجملة. نص حكيم قاطع له سر. سبحان الله، له سر. إيش السر؟ الله أعلم. هلا نعرفه بعدين، بعد فترة، بعد 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة، بيجوا علماء بيفسروا شيء عجيب. الله أعلم. ما هو كل سنة، كل سنتين، كل 5، كل 10 بيطلع تفسير جديد. التفسير الجديد ما بيمحل اللي قبله، لا، بيجي بأكد اللي قبله وبيجد لك جمال على جمال. أضرب لكم مثال هيك لتفهموا الصورة بأكثر. الله قال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم. هلأ بالزمانات شو كان يقولوا العذاب من فوقكم؟ شو؟ المطر الشديد اللي بيغرق. من تحت أرجلكم شو؟ الزلازل والفيضانات. طب إيجا هلأ مفسر بالزمن الحديث من 100 سنة قال عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، شو هو؟ شو رأيكم؟ صواريخ وانفجارات. هذا كان بزمن النبي صلى الله عليه وسلم موجود؟ ما كان موجود. بس بيتحمل المعنى هيك ولا ما بيحمل؟ بيحمل. وعذاب ولا منه عذاب؟ عذاب. عذابا من فوقكم ضرب ورصاص وصواريخ، أو من تحت أرجلكم انفجارات وقنابل، وهذا تحتك وهذا فوقك. والله تعالى قال ذلك والقرآن بيحمل. هلأ التفسير الأول راح ما راح، بعده ثابت، من فوقكم مطر وشتاء ومن تحتكم فيضانات. وهي التفسير الثاني حمل نفس المعنى وأكد على المعنى السابق، ويمكن يطلع شيء جديد هلأ بعد أبصر كم سنة يطلع تفسروا نفس التفسير. عشان هيك واحد من العلماء قال كلام جميل، قال الله تعالى يقول فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. طب شو يا ربي مواقع النجوم وقرآن كريم؟ قال كل حرف من القرآن الكريم يا أخواني مثل النجمة. شو النجمة؟ قال كل ساعة تشع نور جديد، تطلع بتشوفها بنور، بعد شوي بتشوفها بنور آخر، بعد شوي بنور آخر، بتدلع عم بتشعل لك أنوار. قال حروف القرآن الكريم مثل النجوم تشع أنوار كل زمن وكل مكان. طيب يا رب، هاي افتحيت السورة، هشوف افتحيت السورة وهيك
تلك آيات الكتاب المبين. الله جل جلاله قال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. والمصيبة يا إخواني في الله بهذا الزمن العرب ما عم بيفهموا القرآن والعجم عم بيفهموا القرآن. قديش ضايقني مش ضايقت يعني شيء مش منيح، حزنت. خبرني واحد من الشباب هلا هو مش معنا بالزيارات، قال لي بس اجت الجماعة الهندية لعنا من حوالي أسبوعين، كان خارج عنا الجماعة الهندية مع النساء، فقال لي قعد معي الشيخ اللي بقلب الجماعة هندي، قعد معي يعلمني اللغة العربية ويعلمني الفصحى، ويقول لي هذا مرفوع وهذا مضموم وهذا مكسور وهذا مجرور، وإذا قرأ القرآن اقرأ كذا وكذا وكذا. قال لي أنا عربي، أمي عربية، بي عربي، خلقان ببلد عربي، هو جاي من الهند وقعدني عشان يفهمني لغة عربية. الله تعالى يقول قرآن عربيا يا جماعة الخير، عربي والله، عربي قرآن، ما في شيء أعجمي، ما في إنجليزي، ما في فرنسي، ما في لغات أخرى. لعلكم تعقلون، يعني افتح المصحف وعقله. هلأ صرنا إذا سمعنا القرآن شو بصير فينا؟ من نام، صرنا على ذكر القرآن مننعس من نام. أما إذا في شيء أجنبي عم نحضر فيلم أجنبي، فيلم أجنبي شيخ أجنبي يعني الأجانب، يعني شيء مهم، فيلم رعب ولا فيلم قتال ولا فيلم ما بعرف شو، فيلم ساعتين وثلاثة ما بتغمض له عين. أما قرآن كريم دغري منطب. ليش القرآن؟ لأنه يا إخواني في الله ما فيش إدراك إلا من رحم الله، معاش في عنا إدراك لمعاني القرآن. أما الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كان إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الله يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هلأ فاستمعوا له وأنصتوا كيف؟ بالسكينة ولا بالسكينة؟ بالسكينة. ده واحد كان عم بيقرأ فجاء عند الشيخ، عم بيقرأ بالأحاديث، فجاء عند الشيخ قال له: يا شيخ في حديث مش فهمانه. قال له: الشيخ شو؟ قال له: يا شيخ قرأت حديث بالكتاب بقول إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والفار. شو بالسكينة والفار؟ كيف بدي أجيب على الساعة المسجد سكين وفار؟ قال له: يا مضروب على رأسك، هذا يقول عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، مش السكينة والفار، السكينة والوقار. فأحيانا بصير السكينة زايدة عند الإخوة في يعني قراءة القرآن الكريم، فبطب بعدين بعد ما يطب الأرض فيها جاذبية، فبتشد الجاذبية على الأرض فبعدين بغيب. بس سبحان الله بتروح الجاذبية وقت الأفلام وقت المسلسلات. فالله تعالى يا إخواني في الله قال قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. طيب يا رب هاي أنا فتح العقل وأطلب منك تفهمني يا رب. قال جل جلاله: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. شو لمن الغافلين؟ رسول الله غافل؟ هالكلام لمين؟ مش للنبي عليه السلام؟ كيف الله عم بقوله لمن الغافلين؟ إيش يقصد بهالكلمة؟ قال: لا مش غافلين، يعني أنت يا رسول الله منك منيح، يا رسول الله أنت ما بتعرف القصة، يا رسول الله أنت منك عالم بالأمور والقصص الماضية، فأنا جاي خبرك القصص الحديثة أو القديمة التي حصلت بالقرآن الكريم. طيب قال جل جلاله: إذ قال يوسف، أي واذكر يا محمد إذ قال يوسف. مين يوسف يا إخواني في الله؟ مين يوسف عليه السلام؟ نحن المرة الماضية وين وصلنا بالقصص؟ عن سيدنا شعيب عليه السلام. إذا بدنا نرجع على سيدنا إبراهيم عليه السلام، من أبناء سيدنا إبراهيم مين؟ قلنا سيدنا إسماعيل ابن مين؟ ابن إبراهيم. من مين إجا؟ من هاجر. وإن قلنا أنه إجا ولد تاني من مين؟ من سارة. شو اسمه؟ إسحاق. سيدنا إسحاق عليه السلام يا إخواني في الله عاش مع أبيه حتى توفي إبراهيم عليه السلام فدفنه هو وأخوه إسماعيل. سيدنا إسحاق عليه السلام تزوج من أبناء إسحاق جاء يعقوب عليه السلام.
سيدنا يعقوب عليه السلام كان له أخ صار بينه وبين أخيه شيء من الشحناء، شيء من الحسد، فسافر من منطقة إلى منطقة. جاء مرة إليه الملك وألقى عليه اسم إسرائيل، لذلك إذا سمعت بإسرائيل عليه السلام، من هو إسرائيل؟ هو يعقوب. عشان هيك ما بيجوز نقول الله يلعن إسرائيل، ها؟ هذا كلام اللي منتشر بين الناس ما بصح، لأنه إسرائيل هو يعقوب عليه السلام. بنو إسرائيل، طب ليش سمي اليهود ببني إسرائيل؟ قال بنو إسرائيل هن من أحفاد سيدنا يعقوب عليه السلام. سيدنا يعقوب عليه السلام تزوج اثنين، وهول اثنين كان عندهم خادمات أملاك يمين. سيدنا يعقوب عليه السلام إجا من هول اثنين ومما ملكت أيمانهم كم ولد؟ 12 ولد، 10 من امرأة واثنين من امرأة، أو في رواية بتقول 7 من امرأة واثنين من امرأة والباقيين مما ملكت اليمين، مش هم موضوعنا. بس اثنين اللي اجوا من امرأة هن مين؟ يوسف وبنيامين، وهن كانوا أصغر الأولاد. الكبار سموهم العلماء شو اسمهم؟ الأسباط. بس نقرأ في القرآن الكريم الأسباط، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم إلى آخره. أي كلمة أسباط بتلوها بالقرآن الكريم المقصود بالأسباط إخوة يوسف أو أولاد يعقوب عليه السلام. فإذا سيدنا يعقوب عليه السلام يا أخواني في الله كم ولد كان عنده؟ 12 ولد، اثنين هن يوسف وبنيامين في كفة والعشرة في كفة أخرى. أول ما ولد يوسف عليه السلام سيدنا يعقوب بهر بولادته، أوتي الجمال من أول لحظة. الله تعالى يا إخواني في الله خلق الجمال، خلق الجمال مين؟ الله. فشطره شطرين، أعطى الشطر الأول ليوسف كله، نصف الجمال كله ليوسف، ونص الجمال الثاني قصم ووزع بين كل البشر. كم جمال يوسف! اليوم شاب حلاوة شوي بمر هيك بطريق بنات والصبايا، أو العكس صبية شوي عاملة أحوال بتمر بالشارع الشباب فرطوا، يا شباب وين؟ شباب خليكم معنا، بدكم واقفين بالشارع عم تجول مثلا، نحكي مع شباب بالجولة، بعدين بلاقي الشباب كلهم صاروا يطلعوا هنيك، إيه لا طلعوا هنيك خليكم معي يا شباب، طلعنا هاي خلص مش الحال. فتخيلوا شاب أو صبي فيهم شيء من الجمال، تشوف واحدة ما شاء الله شو هالجمال، أو شوف واحد ما شاء الله عنه شو هالجمال، تخيل قديش في بالأرض جمال كله مجموع بيوسف. شو بدك من إخواته يعملوا فيه؟ شو بدك من أبوه يعمل فيه؟ إجاء أول شيء يوسف على كبر لسيدنا يعقوب، كان كبير بالعمر، وجاء ولد فائق الجمال. طبعا جمال يوسف عليه السلام ما كان بس جمال الجسد، ولكن كان جمال الوجه وجمال الروح وجمال الأدب، وهذا بده يصير نبي من الأنبياء، فكل حركاته وسكناته وتصرفاته خطيرة. فشغفت قلب يعقوب، فطبيعي صار يدلله ويدلعه ويخصصه ويعني يعمل له ترتيب خاص له. وهذا يا إخواني في الله وإن كان طبيعة في الآباء والأمهات، يعني ممكن تميز ولد عن ولد، ولكن بدك تنتبه. نفسك البشرية ممكن تخليك تميز ولد عن ولد، بس شرعا ما بصح، ده دير بالك، بتكون أنت اللي عم بتنمي الحسد والحقد بقلوب إخواته بدون ما تدري، بدون ما تعرف، وخصوصا بس تدخل شو المقارنة، شوف أخوك شو عمل، شوف أخوك شو لبس، شوف أخوك شو حفظ، شوف أخوك كيف كذا. ما تقارن فيه، ولا تقارنه بأخته، ولا تقارنها بأخوها، لا خاطبه إله. ليش ما تقارنه فيه؟ لأنه كل ولد له شخصية خاصة، كل شخصية بتتصرف بطريقة خاصة، ما فيك تقارن إنسان بإنسان، ما فيك تقول لإنسان شوف شو عمل، ما هو غير أنت وأنت غير هو، الميول والمشاعر اللي عندك غير الميول والمشاعر اللي عنده. وربنا تعالى ما بيحاسب الإنسان قياسا على غيره، ربنا تعالى بيحاسب الإنسان على ميوله وعلى مشاعره وعلى أحاسيسه. ما تقيس إنسان بإنسان،
ما تميز ولد عن ولد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرم الحسن ويكرم الحسين. الحسن والحسين أبناء من؟ أبناء فاطمة. طيب وعنده ولد، عنده بنت تاني زينب، عنده بنت اسمها إيش؟ شو اسم بنت لزينب؟ اسمها أمامة، لا رقية أخت لزينب. بنت لزينب رضي الله عنها اسمها أمامة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدلع الحسن ويدلع الحسين ويطعمهم ويلعبهم ويطعمه ويلعب ويدلع أمامة. مش هاي ناس سمني ناس بزيت، لا فاطمة غير، مع أنه فاطمة كانت أصغر بنت عنده وأكثر بنت ضايق عليها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ماتت أمه وهي صغيرة. خديجة رضي الله عنها توفيت وكانت فاطمة صغيرة، وفاطمة أشبه الناس برسول الله عليه الصلاة والسلام، أكثر وحدة من البنات تشبه النبي عليه الصلاة والسلام هي فاطمة. كان الناس يقولون إذا مشت فاطمة كأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تمشي النبي هكذا بيمشي، كيف تمشي فاطمة بيمشي النبي صلى الله عليه وسلم، نفس المشي نفس نقلة الإجر نفس حركة الجسد سبحان الله. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءت فاطمة يقوم إليها ويقبلها ويعانقها ويجلسها بجانبه. طبعا هذا بعد ما تزوجوا إخواته وراحوا، كانت هي صغيرة قاعدة أمام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن مع إخواته ما يفرق. فما بصح التفرقة بين الإخوة، جبت لهذا غرض بدك تجيب للآخر غرض، أعطيت هذا قبلة تعطي هذا قبلة. النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه رجل من الأعراب شافه عم ببوس أولاده وأحفاده، فهذا الرجل من الأعراب، والأعراب معروفين إيش؟ غليظين، تعول الصحراء والخيم والجمال وما الجمال، لكن بتلاقيهم يعني بتروح على السعودية على بعض المناطق اللي هي بقلب الصحراء بتشوف عندهم شديدين شدة، قال تعول القهوة وما القهوة والتمر وما أعرف شو، بتطلع فيها بتخاف منه من حكيه معك. فهولي بيعتبروا يمكن أحيانا عار أنك تبوس ابنك، مش رجولي أنا بقعد بوس ولد صغير، بيطلع النبي صلى الله عليه وسلم مش رجل يعني قاعد يمشي النبي صلى الله عليه وسلم على أربع إجرين، على أربع إجرين وإيدين، ويركب الحسن والحسين على كتافه عمره 50 سنة ويمشي فيهم بالبيت. شو رأيكم رجل ولا مش رجل؟ والله هاي الرجولة، هاي الرجولة يا إخواني، في القائد في المعركة وخطيب على المنبر وبيمشي على أربعة بالبيت، بحط الحسن والحسين على كتافه وبلعبهم، بيضحك إذا ضحكوا الصحابة وبيمزح إذا مزحوا وبيغضب إذا غضبوا وبيحكيهم نفس كلامهم. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يا أخواني في الله كان عم بيقبل الأولاد، فجاء هذا الرجل وقال تقبلون أبناءكم؟ شو يا رسول الله مبين عم بتبوسوا، عم بتبوس الأولاد؟ قال نعم. قال والله إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، عند 10 أولاد ولا بست ولا مرة منه واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وماذا أفعل؟ إن نزع الله الرحمة من قلبك، إذا أنت بلا رحمة أنا شو خصني، أنت زلمي بلا رحمة ما عندكش رحمة. ف سيدنا يعقوب عليه السلام كان يميز يوسف، ويميز يوسف يا أخواني في الله مش كرها بأبنائه وباقي أبنائه، ولكن جميل جدا وذكي جدا ومميز من صغره وصغير أصغر إخواته، إخواته باقيين كبار كلهم أكبر منه، هو أصغر واحد هو بنيامين، هو أول شيء الكبير بعدين بنيامين أصغر منه. فسيدنا يعقوب عليه السلام كان يميزه. فبيوم الأيام بفيق يوسف بيجي لعنده أبوه، شو يا حبيبي كيف الليلة كانت نومتك؟ مرتاح؟ كيف أصبحت مرتاح؟ فقال له يا بي اليوم والله شايف منام غريب. شو يا بي خير؟ شو شفت يا حبيبي؟ بقول له أنا ونايم بالليل شفت 11 كوكب منظرهم غريب مشعشعين، وشفت الشمس والقمر عم بسجدوا لي. شو هالمنام يا بي؟ سيدنا يعقوب ضرب على راسه، سيدنا يعقوب نبي، سيدنا يعقوب ذكي، سيدنا يعقوب ما بتمر عليه أي رؤية إلا ما يفسرها. وطبعا سيدنا يوسف عليه السلام هلا إن شاء الله لقدام حيمر معنا إنه كان شو بالسجن شو يعمل؟ يفسر الأحلام. من مين أخذها هاي الشغلة؟ من أبوه، هذه الشغلة أخذها من أبوه، من خالف أباه ما ظلم. سيدنا يعقوب عليه السلام اشتهر بتفسير الأحلام، فكان مفسر للأحلام. أول ما قال له الرؤية فقال له يا أبتي دير بالك، دير بالك، الشمس أنا والقمر أمك، كان اسمها راحيل أمه لسيدنا يوسف عليه السلام، القمر أمك والشمس أنا و11 كوكب إخواتك. قال له طيب يا أبي شو يعني هالمنام؟ كان صغير. قال له أول شيء يا بي ما بتخبر إخواتك هالرؤية لأنه ممكن يفهموها صح ويغاروا منك. يا أبتي يا يوسف
أنت عليك أن تجتهد حتى يكون إخوتك كالكواكب. إخواتك الآن من المناح، إخواتك الآن عندهم شيء بقلب تجاهك. دير بالك يوسف، أنت شغلك من أنت وصغير كيف تكوكب الناس. أول آية بسورة يوسف نفس الآية اللي ختم فيها ربنا سورة يوسف، اللي هي شو؟ هلا قلناها. إيش ربنا ختم سورة يوسف؟ أهم آية قلنا بآخر صفحة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالله تعالى عم بقوله للنبي عليه الصلاة والسلام، سمعت قصة يوسف؟ أخي وائل تنتظر للعشاء؟ لا بس الله يجزيك. فقال له ربنا تعالى، شوف يا محمد صلى الله عليه وسلم، هاي شغلك، قل هذه سبيلي. بتعرف شو شغلك يا محمد؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أول آية بسورة يوسف شو هي؟ إني رأيت 11 كوكبا. يا يوسف بدك تحول إخواتك لكواكب، والكواكب يا إخواني في الله من صفتها إيش تعمل؟ بتنور للناس. الشمس والقمر شو بيعملوا؟ بنوروا للناس. طب الله تعالى قال يا إخواني في الله قل هذه شو؟ سبيلي. طب ليش ما قال قل هذه طريقي؟ ليش سبيلي؟ نرجع للغة العربية يا إخواني في الله، منلاقي كلمة سبيل. كلمة سبيل، نحن هلأ بس نقول في سبيل هون، سبيل شو يعني؟ مي، صحيح؟ طيب سبيل المي شو بفيد؟ بيروي الأرض. إذا ارتوت الأرض شو بتخرج؟ نبات وفواكه وخضار وزهور وورد. وإذا سبيل المي وقف وانقطع شو بصير بالأرض؟ بتجف. إذا جفت شو بصير؟ بتموت الخضار والفواكه. إذا جفت الأرض شو بيخرج منها؟ شوك، بتصير معاش فيك تقعد فيها ولا تتمشى فيها، بيطلع فيها عقارب وبيطلع فيها حيايا وبتصير تأذي الناس. أما إذا في سبيل المي فالمي بتنشر بالأرض، بتشرب الأرض المي بتنبت ورود، بتصير تظهر من البيت. قول لي مرة قوم نظهر لوين؟ على الأرض في سبيل المي، لنقعد حد هالميات ونسمع صوت هالمي ونشوف هالشجرات والوردات. قال سبيل الماء تحيي الأرض والدعوة إلى الله تحيي القلب. الدعوة إلى الله بالنسبة للقلوب كالماء بالنسبة للأرض. إذا وقفت الدعوة إلى الله يا إخواني بتموت القلوب، وإذا مات القلوب شو بيخرج بالأمة؟ شو بيخرج بالأمة؟ سرائين وحرامية وقتلين، وناس بدو يفجروا، وناس بدو يقتلوا، وناس بدو يدبحوا، وناس بدو يخربوا، وناس بدو يظلموا، وناس بدو يفجروا، صحيح؟ هذا يا إخواني في الله ظهر في الأرض. ليش؟ ليش؟ لأنه قفل الدعوة إلى الله. إياكم تفكروا في سبب تانية. هذا اللي امبارح ولا قلت امبارح فات على ملهى ليلي بقلب اسطنبول ولابس البابا نوال وشلح وقوصه 30-40 واحد. هذا إخواني في الله ليش عم يظهر مثل هالأصناف بالأمة تحت اسم الإسلام؟ ليه؟ لأنه ما في دعوة إلى الله. الدعوة إلى الله شو بتعلم؟ بتعلم الرحمة. إذا فيش رحمة على الأمة شو بيطلع محل الرحمة؟ النقمة. بنصير شو نعمل؟ بدنا نقتل، بدنا ندبح، وبدنا نفجر فتحت اسم الإسلام. فمن ضرب الإسلام ونحن بنفكر حل عم ننفع الإسلام. فالله تعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله قل هذه سبيلي. إياك توقف دعوة إلى الله وقول للأمة بعدك هذه سبيلهم. والله تعالى قال هذه سبيلي، وكان في قول هذا سبيلي، مش هيك؟ مش كلمة سبيل، ممكن قول هذه سبيل وهذا سبيل، لأنه كلمة سبيل باللغة العربية إخواني ممكن تيجي مذكر ممكن تيجي مؤنث. فيك تقول هذا سبيل فيك تقول هذه سبيل. طب ليش ربنا قال هذه سبيلي؟ ليش مؤنث؟ مينك بقول لي ليش؟ ها؟ لأنه الأنوثة شو فيها؟ فيها لطف ولين وحكمة، والرجولة فيها شوية شدة. قال الدعوة إلى الله بدها شوية لين ولطف وحكمة، فالله قال قل هذه سبيلي، ما قال قل هذا سبيلي. هذه سبيلي أدعو إلى الله. يا يوسف جهز حالك للطف، وجهز حالك للحكمة، وجهز حالك للصبر، وجهز حالك للرحمة. ممنوع تغضب يا يوسف، بدهم يرموك بالبير، وبدهم يبيعوك، وبدهم يكذبوا على أبوك،
وبدهم يحقدوا عليك وبدهم يحسدوك. بدك تكون حامل بقلبك الرحمة عليهم، ممنوع تحمل بقلبك النقمة، ممنوع تحمل بقلبك الحقد، ممنوع تحمل بقلبك الحسد. بدك تضلك تحبهم وتدعي لهم وتتمنى لهم الخير. هاي الدعوة لله يا إخواني، هاي سورة يوسف يا إخواني في الله. سورة يوسف، هن بيضربوك وهن بيظلموك وهن بيحقدوا عليك، وانت بدك تشتغل ليصيروا كواكب. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. شو الحكم الرائع اللي بناخذ من هالآية؟ شو قال العلماء؟ حكم المنام، حكم الرؤية. بيجي واحد لعندي بيقول لي شيخ شفت الليلة منام رائع جدا جدا جدا، شفت بالمنام كذا وكذا وكذا، شو لازم نعمل يا إخواني في الله؟ واحد من اثنين، إذا المنام اللي شفته كتير جميل وحلو ومفيد، ما تروح تخبره إلا لأحب الناس إليك واللي بتعرفهم ما بيحسدوك. شفت بالمنام انه ركبت سياره رائعه والله تعالى اكرمني ببيته وبزوجي واجاني اولاد ورحت وسافرت، قد ترى هذه ويكون بشائر من الله، بس ما تخبرها لاحد. حتى بعض الناس بيحسدوك يا اخواني على المنام، على المنام لحقيني على المنام، وفي شيء حقيقه بتكون شايف منام بس بتخبره اياه. خبط اخير العين بروح العين خطيره يا اخواني، العين خطيرة جدا جدا جدا. قال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث: موت أكثر أمتي بالعين. نزلوا على المستشفيات، تحداكم فوق 75% 80% من أمراض المستشفيات اللي بيقعدوا أحيانا دكاترة يلعبوا فيه للمريض، خذ الدواء ما زبط، خذ الدواء ما زبط، لا خذ الدواء، هو مش قادر يقول للمريض شو إنه أنا مش عارف دويك، بس بعد بجرب فيه مدينة صناعية لأنه يغير دولاب وركب دولاب وغير بقات وركب بقات ما بعرف شو. واحد من أحكيكم هيك النهفة، بس كسرت منخاري، أنا طلعت ضم منخاري، فكنت بمستشفى من المستشفيات، إجا دكتور لعندي قال لي بعد الصورة الثانية قال لي بدنا نعمل لك عملية. قلت له طب شو العملية؟ قال لي بدنا نكسر لك العظم الأسي بمنخارك حتى نوصلها بعظم. قلت له ما أنا مكسر 3 عظام، تكسر العظم الأسي شو في ليل؟ ليل تكسر لي العظمة؟ قال مش حال إلا هيك. فنحن تعلمنا بهالدين إيش نعمل؟ نشاور. فكان الأسبوع اللي قبله دكتور من صيدا كمان عامل عملية لوالدي، دقيت له وسألته قال لي شو؟ بيكسر لك العظمة؟ على السريع اطلب ظهر المستشفى على السريع من مصر وظهر المستشفى وتعال عندي على المستشفى بعمل لك عملية بجمع لك العظام بس بدون ما أكسر لك ولا عظمة. شيء عجيب يا إخواني في الله، والله شيء عجيب. فأغلب الأمراض التي تصاب بها الناس وأغلب المصائب التي تقع بالناس شو سببها؟ العين. والعين سببها أمرين، الأمر الأول أنه حضرتك ما عم تعمل أذكارك مزبوط، وإذا عملت أذكارك بتعملها هيك أنتوا ماشي بسيارة سبحان الله سبحان الله استغفر الله استغفر الله وماشي بالطريق أو أنتوا عم تحطوا تلفزيون بس أنه رفع عتب أنا قلت أذكاري، شو هي أذكارك؟ هلا اللي نازل على المعركة بده يلبس الدرع هيك بيلبس الدرع حيالله بيصيبه أي سهم؟ يا إخواني في الله أنتوا ماشي بالطريق كل الناس اللي حواليك عم تبعت لك أسهم، هذه العين أسمى عين، شو بتصدر؟ أسهم. صدق رسول الله، هلا أنت سهم مش ما بتشوفه بس العين تصدر أسهم، والله مشيتك بصيبك بسهم بمشيتك. مرة واحد ما بعرف إذا حيتذكر الله، هو قاعد معنا هلا، أنا طبعا هو إجا لأنه بحبني وبحبه فقال لي، هي كنت عم بخطب الجمعة في آية بالخطبة يعني حافظها بصم، أنا بصم بصم قلما أخطئ فيها يعني جدا جدا من النادر أن أخطئ فيها. فأنا عم بخطئ، أنا عم بخطب قلت خطأ وعدت مرتين ثلاثة هيك، قلت عم ليش أكسر معي أنا ما بعرف. فنزلت من الخطبة عم سلم على الناس بالعادة بعد الصلاة، فأجى لعندي قال لي شيخ خبرك شغلي؟ قلت له شو؟ قال لي أنتوا عم تخطب أنا عم بطلع هيك على التلفزيون. قلت شو هذا يا زلمة عبد الكريم ما بيغلط بالخطبة؟ قال لي ما قلت هالكلمة وبلشت أضرب بالآية أنت، الله أكبر. شو هالعين اللي عليك هاي؟ قال لي والله مش قصدي أضربك بالعين، قال لي بس أنا أقول ما بيغلط بالخطبة فصابني، وبحبني بحبه يعني، بس عم نشوف كيف العين ممكن تصيب وأنت مش عارف.
عشان هيك علمنا النبي عليه الصلاة والسلام شو دغري نقول فورا، بس شوف شيء عجبك دغري عشان ما تصيب ولا زهم بالآن. شو تقول؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، دغري عود حالك عليها أي شيها. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ممكن تصيب ابنك، وممكن تصيب بنتك، وممكن تصيب مرتك، وممكن تصيب نفسك بالعين وانت ما تدري، انت ما عارف يا حبيبي بتصيب نفسك بالعين. من حدثني فضيلته يمكن او مش عارف مين، حدا من الاخوة قال لي، نسيت والله مش عارف مين، او فيديو يمكن فيديو شفته، واحد من اللي عم يرقوا، واحد من اللي بيرقوا، فكانت امرأة ملبوسة بالجن فعم يرقيها، فتنطق الجن على لسانها، فشو بقول سألوا أنت ليش دخلت على هاي الامرأة؟ طب شو قال له؟ قال له كانت توقف كل يوم على المراية وتقعد تمشط شعرها وتتطلع بوجهها وبجسمها وتتغزل بحالة بدون ما تقول ما شاء الله، وبدون ما عندهاش أذكار، والمرأة اللي ما عندها أذكار والرجل اللي ما عنده أذكار الجن محيط فيه وهو عم بيطلع فيها وشايفها، فدخل عليها بسبب تغزلها بنفسها على المرآة. شوف لأي درجة، طبعا يعني قصة واقعية، وهذا منه الكثير. وفي ناس يا أخواني في الله ما بتؤمن بوجود الجن حوله، شو الجن وما الجن هذه؟ طيب بكرة بس تبتلى بس تصيبك الأمراض، نسأل الله السلامة والعفو والعافية لنا جميعا يا أخواني في الله. ساعتها بقول إن الله حق وبيأمن بالله عز وجل. فهذا السبب الأول، إنك أنت ما عندك أذكار. والسبب الثاني إنه الناس للأسف ما عندهاش تعظيم لله عز وجل، تصيب بالعين، والله تصيب بالعين يا إخواني في الله. عشانك النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ قال إن العين تدخل الجمل القدر وتدخل الرجل القبر. رجل طويل عريض بتصيبه بالعين بينزل بروح مستشفى بفوت على القبر، والجمل بكون جمل بالصحراء مش شيء ممتاز وبعده يعني خلقان، وبعدين بيمرض فبيجي صاحبه بيقول عمي ليش مرض؟ ما بيعرف، فبيحمل السكينة بيذبحه وبيطبخه، فبتدخل الجمل إلى القدر، هيك يعني القدر. فلذلك يا أخواني في الله بدنا نحافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء. فالرؤية إذا كانت جميلة بتخبرها لأحلى وأحسن وأقرب وأحب الناس إليك، ما بصيبك في العين. وإذا كانت الرؤية غير جيدة، وإذا كانت الرؤية قبيحة، وإذا كانت الرؤية مضرة، شو بتعمل؟ لا تخبرها لأحد، ما تخبر فيها حدا، بتقوم وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتنفث عن شمالك بغير ريق، بس هوا بتكون مرة نايم حدك بعدين تعمل أحوال، فبغير ريق تنفث وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بتغير نومتك. دير بالك مركز يا إخواني، بدون ريق عشان ما حدا يجي بكرة يعملنا أحوال مع النساء، بدون ريق. ها شو عشوي شوي ها بدك ضرب صغير. فهذا أحوال الرؤى. قال جل جلاله عن لسان يعقوب، أبو عم بعلم ابنه. وشوفي يا أخواني في الله تعليم الأباء للأبناء، مين اليوم عم بيقعد مع ابنه يعلمه؟ مين عم بيقعد مع ابنه؟ تعال يا ابني تعال تعال، دي بلغت يا حبيبي بلغت ما شاء الله. ها أو أنت والله صار معك كذا وكذا، أنت ممكن تبتلى بفتن بالمدرسة بالجامعة، يصير معك هيك يعني تتقابل بهذا الأمر. تعال علمك على فهمك، خلي البشر تعلموا، خلي المدارس تعلموا والجامعات والتلفزيونات والتليفونات والمواقع. فهذا الأب يعلم ابنه، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. أدي لو بتصير معنا هلأ، تعالوا تعالوا شوفوا أخوكم يوسف، تعالوا شوفوا شو صار معه، قل لهم يا بني شو حلمت بالمنام، قل لهم قل لهم والله حلمت كذا وكذا، بلشت العيون. قال له لا، إياك لا تقصص رؤياك على إخوتك، قال إخوتك ليه؟ فيكيد لك كيدا، قد يكيد لك أخوك من أمك وأبيك. صارت ولا ما صارت؟ والله بتصير. زاروا على المحاكم يا إخواني في الله، شوف للأسف إلا من رحم الله، شوف مين اللي عم بقدم ويرفع دعاوي على مين، أخ عم يرفع دعاوي على أخوه. مرة كنا بزيارة واحد من الناس من كم يوم عم بيتكلم، بيسألوا أنت شو عندك إخوي وهيك، قال لي في عندي خي الشيخ صار لي 25 سنة مش حاكي معه. قال له ليه 25 سنة؟ قال له ليه 25 سنة؟ قال عشان اختلفت أنا وياه على الميراث. الله أكبر، عشان ميراث وشوية مال 25 سنة مش حاكي مع أخوك؟ الله قال يكيد لك كيده لو إخواتك. هذا يوسف عليه السلام. ليش؟ قال إن الشيطان للإنسان عدو مبين. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، بيجي بقول له أخوك بده يصير معه هيك، بده يتصرف هيك، وأبوك بده يقدمه، وأمك بده تقدمه. فسيدنا يوسف كتب الرؤية، ما وصل الرؤية لإخواته، بس
وصلت الرؤية عبر مين؟ من أسرع الناس في توصيل الأخبار؟ عبر النساء. وصلت الأخبار إلى إخوة يوسف عبر النساء. كان هنالك في ذلك المجلس مع يوسف ويعقوب كما تقول الروايات بعض النساء، فتناقلت النساء الأخبار، وصلت الأخبار إلى إخوة يوسف. أوف، شوف أما رؤية شايف. طبعا أولاد أبوهم بيعرفوا يفسروا بالأحلام وبيعرفوا أنه هذه رؤية بتقول لقدام أنه إمنا وأبونا بدهم يسجدوا ليوسف. طبعا يا إخواني في الله، في شريعتهم كان السجود للبشر وللمخلوق جائزا، ليس سجود عبادة، إنما هو سجود شكر أو سجود تعظيم أو سجود احترام. أما السجود العبادة ما كان ينبغي في زمن من الأزمان ولا في زمن أو وقت نبي من الأنبياء. فسيدنا يعقوب عليه السلام عم بقوله لسيدنا يوسف عليه السلام: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. يا يوسف أنت الله اختارك من كل إخواتك، وهذا يا إخواني في الله وسيلة رائعة في التربية من الأب إلى ابنه. بتلاقي أحيانا الابن إجا عند أبوه قال له: شوف يا بي بالمدرسة، شوف علاماتي، أو احفظنا عند الشيخ أبو مالك شي سورة، أو احفظنا له شي جزء، أو كذا وكذا صار معي. فبقول له أبوه: إيه ماشي ماشي يا عمي. وين المدح؟ وين الثناء؟ إذا كان ابنك ماهر بفن من الفنون وهذا الفنون مفيد، مش إذا غنى غنية أو رأس رأسة أو قلده شي مطرب، بتقول له: آية بي هيك بدي إياك. وإذا حفظ له آية من القرآن مش عارف شو حفظ، قعد قل له: سمعني، ما شاء الله عنك يا بي. بإذن الله بيوم من الأيام حتكون إمام من الأئمة، بإذن الله ستكون في يوم من الأيام من أهل القرآن من أهل الدين. هذا يا إخواني في الله غائب عند الأمة. ماذا حدث مع يوسف عليه السلام، وكيف كاد له، وكيف حماه الله جل جلاله؟ إن كان في العمر بقية إن شاء الله عز وجل الأسبوع القادم نكمل ذلك. نسأل الله تعالى أن يحيينا وإياكم على حياة يوسف، ويرزقنا وإياكم فهم يوسف وجهد يوسف، وأن يحشرنا معه في الجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.